ما اعرفش كنت. اوه استنى. لا انا تمام تمام، بس بحاول اهدى فهمني. انت سخن. دماغي هتضرب مني. ده انت مولع. لا 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 انا بس تعبان شويه. طيب خليك هنا استريح وانا هفكر في حاجه. انا مش بحب حد يطبطب عليا، انا كويس. قرف. يلا 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 فكر. يلا تعال هنا هوريك اللي بدور عليه. لقيتيها. طيب ركز هنا شوية. أنا مركز. طيب بص، الزهرة اللي قدامك دي اسمها نبات الدرم. لافندر؟ بس أنا لسه بسدد فلوس دراستي فهسميها بالاسم العلمي وانت سميها الاسم. أيوة هستفيدي بالفلوس. يلا. طيب يلا هات إيدك. طيب ليه اللافندر؟ الرجالة في المختبر متحمسين قوي، هم مقتنعين ان عندهم الفصيلة الفرعية اللي ادت لتشويه مادة المونوتربونويد اللي بينتج اللينر للمعدل. ده فعلا خبر. شكرا يا اينشتاين، شكرا ليك. اسفة، في مادة كيميائية ممكن نستخدمها في دواء جديد علشان المصابين بالحروق في بلدي. العقاقير اللي بنستعملها هي اللي بندخنها. بصي بوزر يعرف راجل عنده مزرعة، هي على بعد 3 أميال على الطريق. عظيم. هينتهي الحال بيك انت وبوزر في السجن. بتعملوا تاني ايه هنا بقى؟ سلاح كيميائي او دمار شامل؟ لا 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 لا. طيب على الاقل مش انا. بجد؟ ده موجود في العقد بتاعي، ما ينفعش اي بحث بعمله يستخدم لاغراض عسكرية. بص في اكتر هنا. استنى. بطل. يلا المية هتبقى حلوة. ايوه ثانية ثانية ثانية. ايه المشكلة؟ انا بس عايز اقولك حاجة. بجد في ايه؟ دي قصة طويلة. طيب عادي ممكن نتمشى، انا بحب اتمشى. طيب ليه ما تكلمينيش شوية عن زرعك؟ بجد؟ طيب أصلاً النوع ده يعتبر عادة خارجي. عايزاني أسأل؟ معناها ليس محلياً لهذه المنطقة. أشكر أوغدن على كده. مين؟ يا خبر أنا سألتك. بيتر سكين أوغدن، أول مكتشف ينجح في الجزء ده من ولاية أوريغون. اشترى هو وشوية المستكشفين الأوائل كل الأعشاب الطبية والنباتات معاهم. شوية ماتوا وشوية بيطلعوا هنا دلوقتي في الأغلب على شط البحيرات والبرك. أول مستكشف أبيض. واو بص لنفسك، بتستخدم كلام مش عنصري. ما تصدقيش اي افكار عادية عن اللي بيسوقوا موتوسيكلات، احنا جذابين قوي. اكيد في شوية سمر البشرة في نادي الموتوسيكلات، وفي واحد معه عضوية كاملة. انا ما يتهيأليش شفت ناس ببشرة مش بيضة من ساعة ما وصلت للمكان المنعزل الصغير ده. ايوة في الحقيقة جاك جاب ناس بالاوتوبيس من ساكرامنتو بس علشان خاطر يضايق اعدائنا. فعلا؟ لا ما عملش، بهزر. جيرسي ده صاحبي، هديله الإشارة بنفسي. خدمنا سوا في نفس الوحدة، حاولي تيجي النادي وأنا هفسحك هناك. هتحب الراجل قوي، دمه خفيف وبيعمل مشروب مارجريتا مفيش زيه. طيب لازم أبقى في المختبر يوم الاثنين بدري. ف هرجع البيت الساعة 10، أوعدك بده. إزاي أقدر أرفض حاجة زي دي؟ تمام ممكن تقطف حبة دلوقتي. لافندر؟ عايزاني أقطف اللافندر؟ أيوة، هاتلي 3 نباتات وما تموتهمش. اوه هقتلهم. فعلا؟ ايوه قطفت واحده. تمام جدا. هي دي؟ ايوه كمل. اخر واحده. هايل. دي عشان واو واضح ان لسه في.
علبة بنزين. أنا محتاج لها. هو ده. تعال نشوف. خلصنا. آسف أنا متلخبط شوية، أنت قلت حاجة؟ هو في حاجة عرفتها من بسبب الألم اللي في دراعي. أنا مستعد أجرب أي حاجة بس لي سجاير اشربها. ايوه تمام. اسف يا صاحبي انا بس خلاص قربت اتجنن. البوابه بتتفتح. ما تقلقش يا ووزمان، هنتجه للشمال بوعدك، وما تستناش اكتر من كده. سامعني؟ قصدي زي ايوه انتهى. زي حزن وفرح. اهلا، ايه الاخبار؟ هم شبه جازي ايوه. طيب اشوفك قريب. سلام يا جازي. ديك كويس، معايا حاجات ممكن تهمك. ايوه ما تعتمدش على كده يا كوب، انا مشغول. مشغول عن انك تسمع عن معسكر الممزقين هنا في الشلالات البريه؟ الممزقين هنا فوق فين؟ كنت فاكرك هتهتم. سمعت انهم ضربوك انت وبوزر. في الواقع ما بقتش اشوف بوزر كتير، مش كده؟ فين يا كوب؟ عند المروج المتفرقه فلاك، انت عارفها صح؟ شافتهم اول واحده، عدت على معسكرهم وهي بتجيب أكل. ما تقلقش أنا هتصرف معاهم. تفتكر هيخلص؟ فعلاً. هاي ديك ماني. لا الموتوسيكل ده محتاج تعديل. طيب
لا لا لا، خلي عيني مفتوحين للقرف اللي جاي. هشوف. هفتح لك البوابة. صاحي بوزر. ايوه ليك، حاسس اني مش كويس. بص انا هروح دلوقتي للبرود. كوب بيقول ان في معسكر ممزقين. ممزقين اقصى الشمال. تمام كده. ايوه يا بوزر، ايه موضوع الناس دي؟ الكاي بيقول ان الممزقين بيدوروا علينا وفي مكافأة للي هيلاقينا. يعني ايه؟ هو ده ممكن اقصد ده؟ انا فعلا قتلت مجموعة من الاوغاد بس عمري ما تماديت. او ده اللي انا فاكره. ده اللي فكرت فيه. ممزقين. ديك نحول. جايزة تانية. أنا محتاجها. خلصت. التايهين التايهين جايين. ممزقين مقرفين. ممزقين يا أخبية، الممر بتاعكم اهو. انت على الطريق.
للطريق الأخير. الأحرار دلوقتي. أنا شفت حد. لازم أمشي ورا الطريق. مستخبي في حد هناك. مصدر مقرف. أنا جهزت لك مكان. اتحرروا. كفاية، أنا هسمعك كلمات كارلوس. ايه رايك كده؟ عايزين تنزلوا؟ هانزلوا. شوية أغبياء مجانين، بتعملوا فوق هنا ايه ها؟ توني شايفة الفخ. لا تخليها تلقي. حاجة تقلق. بس مقرف. اضرب نار. بوزمان انت صاحي؟ بوزر. ايوه يا ديك، حاسس اني مش كويس، فهمني. بص انا هروح دلوقتي للمروج، كوب بيقول ان في معسكر ممزقين. ممزقين اقصى الشمال؟ ايوه يا بوزر، ايه موضوع الناس دي؟ الكاي بيقول ان الممزقين بيدوروا علينا وفي مكافأة للي هيلاقينا. يعني ايه؟ هو ده ممكن اقصد ده؟
أنا فعلا قتلت مجموعة من الأوغاد بس عمري ما تماديت. أو ده اللي أنا فاكره. ده اللي فكرت فيه. ممزقين. ديك نحول. كارلوس ممكن تخرس. زفت. في حاجة برا هنا. التاهين. التاهين جايين. اثبت شوية.
كوب خلاص الممزقين فوق هنا مش هيضايقوا حد تاني. سان جون اخبار كويسة، اتكلمت مع ماني يومها ومع ناس تانية. انا عارف انك شغال مع المعسكر، كنت عايز اشكرك بس مارك كوبلن حول ديك. سمعني لقيت معسكر الممزقين؟ ايوه يا بوزر لقيته. تفتكر كانوا هنا بيدوروا علينا؟ انا مش عارف يا بوزمان، انا اتشغلت اكتر في اني اقتلهم اكتر من اني اسالهم. اسف يا صاحبي، انا كان نفسي اكون معاك. ايوه انا عارف. تمام ديك نحول. Thank you.
كويس. هاي بوزر. مش ممكن. حاجة تضحك. أنا كنت بفتكر من كام سنة رحت مع سارة البير كريك، كنا بنقطف اللافندر علمتني أعمل كريم يعالج الحروق. بص أنا خرجت النهاردة ماشي، وبصيت على الجبل وشلت كام فخ. بص دراعي أحسن من الأول. ماشي طيب، أنا بس هسيبه هنا. استنى اديني يومين بس. ماشي بس هنروح للشمال ونخرج من المكان القذر ده. اكيد. ايوه شكلها مش وحش كده. كفايه